سلام يا جدعون. سلام. ربنا معاك يا جبار البأس. جبار البأس؟ مقبولة منك. تارق عليا؟ ليه بتقول كده؟ يا راجل لو ربنا كان معانا كان سابنا لشوية مديانيين يبهدلونا. هو برضو اللي سابكم؟ أيوه. فين أيام موسى ويشوع وشق البحر والمن والسلوى؟ كل ده راح فين؟ يا راجل ده كان بيمشي معانا صبح وليل، يا عمود نار يا سحابة غمام. كل ده فين؟ طب انت عارف انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه يا جدعون؟ انا بطحن القمح في معصرة العنب. ليه اصلا وظيفتها عصر العنب؟ عشان يا دوبك اعرف اهرب شوية قمح من مديانيين. طب ما انت كويس اهو. يلا روح حرر اسرائيل ونكفي المديانيين. أنا أرسلتك. أرسلتني أنا؟ أيوة. أنت متأكد إن أنت جايلي أنا؟ أنا من أحقر عشيرة في منسة. ده أنا أصغر واحد في بيت أبويا. وبعدين أنت لو تعرف إن أنا أعصر مش هتقولي كده. ما تخافش أنا هكون معاك وهنضرب المديانيين كرجل واحد. طب هما هيسمعوني ويمشوا ورايا؟ أنا عايز دليل. من حقك تختبر كل حاجة بس ما تعطلناش ولا إيه؟ بقوتي انا هنتصر؟ ده انا اعصر هعرف امسك سلاح؟ هو انت شايف فيا حاجه؟ وانا ممكن انجح؟ عنوان حلقتنا النهاردة هو شايفك بشكل مختلف. هنتكلم النهاردة مع بعض عن جدعون. جدعون كان شايف نفسه صغير وقليل، وشايف حتى أن عيلته هي عيلة بسيطة وسط البيت اللي هو عايش فيه. لكن هل ربنا كان شايفه بنفس النظرة دي؟ لا. ربنا أول ما ملاك الرب ظهر له قال له الرب معك يا جبار البأس. أصل هو شايفه وهو قاعد بيخبط شوية حنطة جوه المعصرة، لأن شاف قلبه اللي مليان محبة لإخواته اللي جعانين. الله قرر إن هذا الجدعون اللي شايف نفسه ضعيف واللي عنده كم صغر نفس، قرر إن هو يكون إيد ربنا اللي بتخلص شعب إسرائيل من المديانيين. الله نادى جدعون وقال له أنا هكون معاك. قال له يا جدعون أنا عايزك تجمع الشعب. جمع الشعب وجمع الجيش، وابتدى الله بحكمة عظيمة يقلل في عدد الجنود لحد ما وصل إن عدد الجنود بقي 300 جندي. إيه ده؟ 300 جندي يعمل إيه مع شعب المديانيين الكبير ده؟ لا، أصل اللي في إيد ربنا ليه تفسير تاني، اللي في إيد ربنا ليه قوة تانية. ربنا قال لهم طب بصوا بقى، مش بس كده، أنا عايزكم تدخلوا الحرب من غير أي أدوات للحرب. أدوات الحرب بتاعتكم هتكون جرار ومصابيح وأبواق. إيه ده؟ دي هنعمل بيها إيه؟ دي شوية حبة خزف كده ملهمش أي معنى. ربنا قال لهم في لقطة ما هتروحوا مبوقين بالأبواق وتروحوا مسكين الجرار دي وتكسروها، فالنور اللي جوه هيطلع. وفعلا حصل كده، والخلاص حصل بالطريقة دي بأضعف حاجة ممكنة. الكتاب المقدس بيقول استحالة الإمكانيات الضعيفة اللي في إيد ربنا تبقى حاجة ضعيفة، لكن الحاجات الضعيفة اللي في إيد ربنا هي قوة لأنها في إيد القدير. اسمع كلمات الآية دي موجودة في كورنثوس الثانية 4:7، بيقول كده ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا.
لو انت شايف نفسك ضعيف وشايف نفسك امكانياتك قليله، خليك عارف ليكون فضل القوه لله لا منا. الله عمل ايه مع جدعون؟ الله ارسل جدعون، الله قال له انا هكون معاك، فراح جدعون بنى مذبح وعمل شركه جميله ما بينه وما بين الله. لكن اخر حاجه الروح القدس ملا جدعون، لبس جدعون، فبقيت قدره جدعون مش قدره جدعون الضعيف، لكن قوه الله القدير. اشجعك تقوى بالنعمه التي في المسيح يسوع.